بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 180. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة البحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: إذا أمرنا أن نفر من المجذوم، هل الأمر وارد على أن نفر من أولئك الذين يشك أنهم مصابون بالإيد أو بالهربد أو ما أشبه ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كل من هو مصاب أو مظنة الإصابة بمرض معد فإنه يجب الحذر منه وعدم مخالطته، لأن هذا من الوقاية ومن اتخاذ الأسباب. نعم، جزاكم الله خيرا. سؤال لأختنا من ينبع البحر والتي رمزت لاسمها بأمة الله، تقول فيه: إني أرى المنكر وأحاول أن أغيره ولكن لا أستطيع، ومن كثرة رؤية هذا المنكر قد تخف أو تقل أو يقل الإحساس به ويتلاشى شيئا فشيئا مع يقيني بحرمته، فهل يدل هذا على أني ضعيفة الإيمان كما ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؟ نعم، إنكار المنكر أمر واجب حسب الاستطاعة كما هو مفصل في هذا الحديث، ولا يسقط عن المسلم بحال من الأحوال، ولكنه ينكره حسب استطاعته، إما بيده إن كان له سلطة، وإما بلسانه إذا لم يكن له سلطة وعنده قدرة على البيان، وإما بقلبه إذا لم يستطع المرحلتين السابقتين. وإذا أنكر المنكر بقلبه حيث لا يستطيع إلا ذلك، فإنه يبتعد عن المنكر وأهله ويعتزل عنهم إذا أمكنه ذلك. أما إذا لم يمكنه اعتزالهم والابتعاد عنهم، فإنه يكون كارها لهذا المنكر بقلبه وكارها لأهله، وإذا علم الله من نيته ذلك فإنه يسلم من إثم المنكر لأنه أنكره، ولا يدل ذلك على ضعف إيمانه ما دام أنه ينكر المنكر ويكره المنكر ويكره أهله، فهذا منتهى ما يستطيع. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. أما من لم ينكر المنكر بقلبه فهذا ليس فيه إيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال بعض السلف: هلك من لم ينكر المنكر بقلبه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز للحاج أن يخرج من الطواف لكي يستريح لعدة دقائق ثم يرجع ويستأنف الطواف ويكمله، خصوصا وأنه كان يطوف في الدور الثالث ومعه نساء ضعيفات والزحام شديد، وإذا كان لا يجوز ماذا عليه وقد مضى على حده شهور؟ جزاكم الله خيرا. الاستراحة المتخللة أثناء الشوط
ثم المواصلة لا تؤثر على الطواف إذا كان محتاجا إلى ذلك واستراح وهو باق على طهارته وباق على نية الطواف، فإن هذه الاستراحة اليسيرة التي يحتاج إليها لا تؤثر إن شاء الله على طوافه. نعم. جزاكم الله خيرا. ذكرتم أثناء الشوط، ماذا لو كانت استراحة بين شوطين شفالة؟ كذلك من باب أولى ما شاء الله، استراحة بين شوطين. نعم. للحاجة. نعم. مع البقاء على الطهارة وعلى نية الطواف لا بأس بها، سواء في أثناء الشوط أو بين شوطين. جزاكم الله خيرا. هل يتفاوت تكرار الذنب نفسه مع نسبة العقوبة، وهل يختلف هذا مع كبائر الذنوب وصغائرها؟ جزاكم الله خيرا. تكرار الذنب وإن كان الذنب صغيرا يصيره كبيرا، لأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة كما قال أهل العلم، والواجب التوبة من الذنوب جميعها صغائرها وكبائرها، لا يجوز التساهل بالمعصية ويقال هذه معصية صغيرة، لأنه إذا تساهل بها وإن كانت صغيرة فإنها تكون كبيرة بسبب تساهله بها وتهاونه بشأنها أو بسبب تكرارها والمداومة عليها، ولأن الصغيرة تجر إلى الكبير، فإذا استمر الإنسان المعصية جرته إلى ما هو أكبر منها. نعم. تسأل أيضا هل عمر الإنسان يزيد وينقص رغم أن الإنسان قد كتب عمره وهو في رحم أمه وله 40 ليلة كما ورد ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تنافي بين كونه قد كتب أجله وكونه يزيد لأسباب وينقص لأسباب، لأنه تكون هذه الأسباب مكتوبة في أجله أيضا، كتب الله أن هذا يزيد عمره بسبب كذا وكذا أو ينقص عمره بسبب كذا وكذا، فالكل بقضاء الله وقدره. ومنهم من العلماء من يقول إن معنى طول العمر ونقصان العمر بالأسباب إنما معناه حلول البركة في العمر مع الأسباب الطيبة والطاعات وصلة الرحم، يطول عمره بمعنى أنه مبارك له فيه بالأعمال الصالحة. وهناك أسباب لنقصان العمر بمعنى نقصان البركة ونقصان العمل الصالح في هذا العمر حتى يكون عمرا لا بركة فيه وهو عمر قصير لهذا السبب، الله أعلم. المهم أن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى وأن المقادير بيد الله، ونحن نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالأسباب التي جعلها الله أسبابا لزيادة العمر أو نقصانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يعرف الإنسان أن حياته مباركة أو يعرف ضد ذلك شيخ صالح؟ يعرف ذلك بحالته التي هو عليها. فإذا وجد من نفسه الفرح بطاعة الله والاشتغال بذكر الله عز وجل فهذا دليل على بركة عمره، وإذا وجد من نفسه خلاف ذلك فهذا دليل على عدم البركة في عمره، إذا كان مضيعا لطاعة الله ومشتغلا بما لا يفيده فهذا دليل على عدم البركة في عمره. الحاصل أن نوعية العمل خيرا أو شرا، ضرا أو فجورا، كل ذلك يدل على بركة العمر أو عدم بركته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد عبد الله أحمد أبو مسعد من السودان، يقول أرجو التوجيه، شاكرا ومقدرا، وذلك بعلاج الإعجاب بالنفس أو باللون أو بالمال أو ما أشبه ذلك، إذ ألاحظ أن بعض الناس يقع في هذا دون إحساس. جزاكم الله خيرا. الإعجاب لا يجوز لا بالنفس ولا بالمال ولا بالعمل، فالواجب التواضع، والواجب أن الإنسان لا يستكثر عمله مهما عمل ومهما بلغ، فإنه أولا لا يدري هل هو مقبول عند الله أو غير مقبول، ولا يدري هل عمله هذا صحيح منطبق على
مراد الله سبحانه وتعالى وعلى شرع اتباع رسوله أو فيه خلل، الإنسان لا يزكي نفسه، ولكن عليه أن يحرص على العمل الصالح والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم مع الخوف من نقصان العمل أو عدم قبوله. قال الله سبحانه وتعالى في وصف المقربين من عباده: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يأتون بأعمال صالحة ويخافون أن لا تقبل منهم. فدل هذا على أن الإعجاب بالأعمال لا يجوز، وكذلك الإعجاب بالنسب أو الإعجاب باللون. قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالإنسان لا يفتخر بلونه أو بنسبه أو يفتخر بولاه وجاهه ويعجب بذلك، بل عليه أن يشعر أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما أوتي من المال ومهما أوتي من القوة فإنها عروة للزوال وعروة لأن تسلب منه سريعا فيصبح فقيرا ضعيفا. فعلى الإنسان أن لا يغتر بما هو عليه من مال وشرف ومكانة وجاه وغير ذلك، وإن الله سبحانه وتعالى نهى عن التلهي بالأموال والأولاد: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو مصعب يقول: الشباب دائما في حاجة إلى التوجيه والإرشاد، فماذا تقولون لهم في هذه المناسبة؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لا شك أن الشباب بحاجة إلى التوجيه وبحاجة إلى التربية الصحيحة والتربية السليمة، لأنهم في عنفوان العمر وعقولهم قاصرة ما داموا في سن الصغر، فيجب على ولاة أمورهم توجيههم وإرشادهم والمحافظة عليهم. فهم بحاجة دائما وأبدا إلى رعاية وإلى رقابة وإلى توجيه سليم وإلى محافظة عليهم من تيارات الفاسدة، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الشر وكثرت فيه المغريات، كثرت فيه الدعايات المضللة والأفكار الهدامة، كثر فيه دعاة السوء. الواجب على ولاة أمور الشباب سواء كانوا ولاة الأمور الولاية العامة أو ولاية أمورهم الولاية الخاصة، عليهم أن يعتنوا بالشباب وأن يبعدوا عنهم أسباب الشر وأن ينشئوهم على الخير، أنهم أمل الأمة وهم الذين ينبني عليهم مستقبل الأمة بإذن الله عز وجل. فالأمة بشبابها، فإذا فسد شباب الأمة انهار بنيانها وفقدت مقوماتها. فأمر الشباب أمر مهم جدا، ولا ينبغي إشغال وقت الشباب بالملهيات والتوافه التي لا يستفيدون منها لا في دينهم ولا في دنياهم. لا ينبغي إشغالهم بالمرفهات وبالألعاب وبالأشياء التي لا تعود عليهم بنفع لا في حاضرهم ولا في مستقبلهم، ولا تنشئ فيهم الأخلاق الفاضلة، ولا تكسبهم معلومات مفيدة لهم ولمجتمعهم. الواجب العناية بشأن الشباب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لم يتمكن الشاب من مواصلة الدراسة لظرف من الظروف، إما لأن المستوى دون المطلوب أو لغير ذلك، ولم يتمكن من الحصول على وظيفة، وحينئذ يبتلى بالفراغ الخطير، هل من كلمة شيخ صالح؟ نعم، هذا حاصل، وعلاجه بأن الله سبحانه وتعالى وسع الأرزاق. أليس طلب الرزق محصورا على الوظيفة أو على حصول الشهادة؟ كم من الأثرياء وكم من أصحاب الأموال وهم ليسوا أصحاب دراسة ولا ليس عندهم شهادات، وإنما اتجهوا إلى العمل والكسب وحفظوا أوقاتهم،
أثمر لهم ذلك ما تبوؤوه من الثروات والمكانة. فطلب الرزق ليس محصورا على الدراسة وعلى الشهادة وعلى الوظيفة، وأسباب الرزق كثيرة. والإنسان إذا أفلس من جانب فإن هناك جوانب أخرى مفتوحة أمامه، وأبواب الرزق واسعة. وعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يتوكل عليه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما أن يتعلق الإنسان بالشهادة والوظيفة فإذا لم يحصل على شيء من ذلك ضيع الأسباب وتسيب، وربما يقع في سلة المهملات، فهذا أمر خطير. ولا يجوز الاقتصار على سبب واحد أو الاتجاه لباب واحد وترك بقية الأبواب وبقية الأسباب. رزق الله واسع وأسباب الرزق كثيرة، وعلى الإنسان أن يبذل السبب والنتائج من الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والحديث لا زال موصولا عن الشباب عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان، وباعثها المستمع سلطان زغلول. يسأل ويقول: هل يجوز للشاب أن يؤدي فريضة الحج قبل الزواج؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إذا كان الشاب يأمن على نفسه من الفتنة وعنده الاستطاعة للحج يقدم الحج، أما إذا كان العكس الشاب يخاف على نفسه من الفتنة إذا لم يتزوج فإنه يقدم الزواج على الحج. نعم، جزاكم الله خيرا. ما حكم الشرع في رجل تزوج طليقة أخيه وهو على قيد الحياة؟ لا مانع من ذلك. تزوج الإنسان مطلقة أخيه إذا خرجت من العدة ولو كان أخوه على قيد الحياة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: هل بيع المحصول قبل الموسم وقبل الحصاد فيه شيء من الربا أو لا؟ إذا بدأ صلاح الثمر، يعني احمر أو اصفر، جاز بيعه بالنقود أو بغير جنسه. وإذا بدأ صلاح الثمر، وكذلك إذا اشتد الحب في الحبوب كالبر والشعير والدخن والذرة، لا يجوز بيعها حتى يشتد حبها. فإذا اشتد حبها جاز بيعها وهي قائمة على مزارعها. يجوز بيعها بالدراهم أو بغير جنسها، لكن بشرط بدو الصلاح فيها، الثمر باحمراره أو باصفراره، والحبوب باشتدادها. أما قبل ذلك فلا يجوز بيع الزروع ولا بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. فسئل عن ذلك فقال: أن تحمر أو تصفر، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام.